إلى الواقع الصحي المتردي في العراق وتجارة المستشفيات التي بدأت تكثر، ومنها تحديدا مستشفى الكفيل في محافظة كربلاء. تحدث رجل عن حالة لأخيه بعد تعرضه لحادث سير بعد أن رقد أخوه في المستشفى حين كان لا يعاني سوى من كسور في ساقه، انتهى الموضوع إلى بتر ساقيه. ويتحدث الرجل عن طريقة المعاملة في المستشفى وكمية الأموال التي صرفت لأقل شيء وبالتالي لم يعالج. دعونا نشاهد. طبعا الكل يعرف أنه قضية الطب قضية إنسانية، وبالآونة الأخيرة بدأت تنفتح مستشفيات أهلية كان هدفها الأول والأساس هو هدف ربح العوائل في مدينة كربلاء، أنه دخلوا لهذا المستشفى مستشفى الكفيل، وبالتالي دفعوا أكثر من 39 مليون دينار عراقي، وانقطع أو قطعوا رجلين اللي دخل يعني للعملية دون يقدموا له علاج، وأيضا ما صار له أي حل. أنا وياي أخ المريض اللي هو أيضا نقلوه الآن إلى مستشفى الحسين المعد، ما عندهم فلوس، فهو أيضا إنه يتحفظ إنه يطلع صورته، كل التقارير والأدلة والوثائق هاي موجودة، أكو حالات عشرات الحالات. اليوم راح نتناول بهذا التقرير ونسمع أيضا الأخ هذا باختصار. تفضل، شنو صار وياك؟ حادث دراجة، يعني نختصر الموضوع، طببناه عنده صحيح عنده كسور، عنده هذا الكسر مو توصل يعني يقص رجله، قصوا رجله وهسه راح يقصوا رجله ثاني، وعندهم أهم شيء مستشفى الكفيل، عندهم الإنسانية ما هم، عندهم أهم شيء الفلوس. طبلة جبتها ما يعاملني كمريض، يعاملني يقول لي أنا سلمني مليون ونص أصعد علاج للمريض، ما سلمني مليون ونص أنا ما أصعد للمريض ولا أشوفه. الدكتور يطب بالعيادة تروح لي ب 25 ألف، بالكفيل ياخذ 50 ألف.